هذا الحدث امتحان لامتحان الحركة اللي قالت في مؤتمرها العاشر أنها ستتحول إلى حركة مؤهلة للتعامل مع الدولة ولتسيير دواليب الدولة. هذا هو الامتحان. صحيح أنه العلاقة فيها خصوصية بين النهضة وقطر، ولكن المطلوب في خاصة في موضوع العلاقات الخارجية الالتزام بموقف الدولة، وموقف الدولة عارفينه احنا اللي هو مش توا بركة، معناها هذا تاريخيا، معناها تاريخ الدبلوماسية التونسية أنه ما تدخلش في المحاور خاصة العربية العربية، حتى المحاور الدولية احنا ما دخلناش. يعني صحيح احنا تونس تاريخيا قريبة من الحلف الأطلسي، ولكن حافظت على علاقات جيدة مع روسيا، الاتحاد السوفيتي، علاقات جيدة مع الصين، رئيس بورقيبة الله يرحمه زار الصين في أوج الصراع من الصيني الأمريكي وحظي باستقبال كبير، وكيف ما زار أمريكا بحيث وعربيا هذا الموقف هذا أشد وأكثر رسوخا. يعني تونس معناها شاركت في ولا هي اللي قادت المصالحة ما بين النظام الأردني ومنظمة التحرير اللي صارت الحرب الأهلية بيناتهم. تونس رفضت باش تحضر القمة العربية المشهورة اللي أعطت معناها في حرب الخليج الأولى، حيث احنا معناها بلادنا ما تدخلش في المحاور. النهضة المرة هذه معناها والموقف معناها نوقش طويلا في مؤسسة القيادية للحركة، وقررنا معناها الالتزام بموقف الدولة، والرئيس رئيس النهضة اتصل بالسيد رئيس الجمهورية بعد الاجتماع هذا وبلغوا موقف الحركة، وكان اللي هو هذا الموقف يأهل تونس باش تلعب دور إذا اشتدت الأزمة، لأنه احنا أولا حتى حد ما عنده المعلومات الكاملة شنو هو أسباب التصعيد هذا الكبير والأزمة هذه، ومش عارفين شنو المدى اللي باش توصل له. فالموقف هذا يخدم بلادنا ويأهلها باش تكون مش جديد عليكم، معناتها الأزمة هذه اللي موجودة هذا من ناحية السياسية، هذا من ناحية السياسية أنه ما واحد ما يدخلش في الخصومات العربية العربية وما يدخلش في المحاور العربية العربية، لأنه هذا مضر ويزيد يشتت ويقسم. احنا الخليج هو بقى هو الكتلة الوحيدة في العالم العربي اللي هي المغرب العربي ضعف، الجامعة العربية ضعفت، هذه المنطقة اللي بقات تنسق وبقات معناها كأنها عائلة واحدة. فما توا خلاف فيها سياسيا موقفنا الحياد، فما وجه آخر للموقف التونسي اللي هو بلور ظهر البارح من خلال إرسال طائرة فيها مواد طبية وفيها حليب أطفال. هذا الجانب الإنساني اللي متعلق بالشعب القطري الشقيق، واللي هو معناها مش معناها الأصل أنه رمضان توا، والأصل أنه نوقفه مع الشعب هذايا في المحنة متاعه، ما نخليهوش معناها الأزمة هذه تأثر على معيشته ولا تأثر على وضعه هناك ولا تأثر على المواد الموجودة احنا في شهر رمضان. ونصور هذا الشعور حتى الشعوب اللي فيها اللي هي معناها دولها في جزء من الخلاف تشعر به، معناها احنا العرب في الأخير عائلة واحدة. يعني فالتونس معناها نشوف انا بالبارح باللي وقع البارح رسالة الطائرة العسكرية، وان شاء الله تزيد معناها يكون فما جهد اكثر في الجانب الانساني، موقفها متكامل يعني وجيد يعني.